نوصل البطوله دي ونلعب كاس عالم للانديه، وتحس الكابتن هو بيتكلم امنيه ان شاء الله تتحقق بعد عقد الرعايه واللي حصل ده. وانت على فكره والكلام طبيعي جدا ومقنع جدا، انت ما تقلش عن اي نادي في العالم، من الانديه الكبيره على فكره، مش اي نادي اي نادي، لا انت نادي من انديه العالم الكبيره جدا جدا جدا، ليك تاريخك طويل، التاريخ اللي بيتكلم عنك، بطولاتك بتتكلم عنك، انا ما بتكلمش كلام كلام مسترسل، اللي بتكلم بكلام في محله، بطولاتك بتقول انت من الانديه العظيمه اللي موجوده في العالم. طبعا وادي طبعا عقد الرعايه اهو، ده عقد الرعايه محمد كامل طبعا في توقيت يعني قياسي جدا طبعا، وبعقد كبير جدا لاكبر الانديه المصريه، وادي القبله اللي عملت بقى يعني كلام كتير جدا، لكن واضح ان في حب وتفاهم، واضح ان الكبار مع الكبار، ومبروك على برزنتيشن النادي الاهلي طبعا. وانا كلمه قلتها كمان يا ايهاب، قلت ماشي مبروك النادي الاهلي عقد رعايه كبير ده، بس مبروك على برزنتيشن اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي ده الاسم. استاذ محمد كامل قال الكلام ده بالظبط، هو الراجل قال، والله انا ما سمعته على والله فكرة. بكى يا كابتن، يعني طبعا ده كنت لا بحسن خلاص، والناس كلها اتكلمت فيه واتقال كل حاجه، واتقال لبس نظاره حمراء وجرافطه حمراء، ويعني وقبل رئيس النادي الاهلي، يعني واضح جدا ان الراجل قال جمله وكفى، قال انا النهارده لو مت ابقى راضي على اللي انا عملت كل حاجه بعد ما قال كده وبكى، يعني عارف انا لا بس انا بضحك على لو مت النهارده، فاهم يا صيغه مبالغه جامده جدا، لكن واضح ان في فرحه من الطرفين بالظبط من برزنتيشن، واكيد النادي الاهلي عمل عقد رعايه كويس جدا كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ودي حاجه تحسب لهم في هدوء خالص، هدوء على فكره مفيش حد كان عنده اي خبر. ده انا اتبلغت كده بالليل عايزينك في النادي الصبح. ايوه ده اللي انا عارفه، وهنصور حاجه عارف، فروحت عادي لابس وبتاع، وفوجئت طبعا بالحاجات اللي موجوده جوه النادي نص ساعه في ايفنت كبير وبتاع، قبلها بنص ساعه الناس لما دخلت خلاص بقى انت بتقرا المشهد عرفت، لكن الموضوع ايوه انت قريت المشهد وعرفت ناس كتير جدا ما كانتش تعرف ان برزنتيشن هيعمل عقد رعايه مع النادي الاهلي الوقت او الصبح او طبعًا الساعه دي طبعًا. الموضوع كان في سريه تامه وتعمل على طول الصبح وبتنقلوا قناه الاهلي على الهواء، حاجه جميله جدا، وكانت حاجه راقيه على فكره، مؤتمر راقي جدا وحلو جدا، وللمره المليون مبروك البرزنتيشن النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي اسم يغطي اي حاجه طبعا.